5 سنين يعني اللي اشتغلت فيهم كانت معرفة حلوة، وبالنسبة للقهوة كان في ناس شخصيات كتيرة من أحزاب لشباب جامعة لشباب مسرح، في ناس كتير كلهم زباين عندي عاديين، بس أنا اختلاطي بيهم لا مستحيل، ما بختلطش بيهم، بس بقى شايف الأوضاع قدامي. طبعا نزلت ميدان التحرير كنت حاسس نفسي مظلوم في الدنيا دي، يعني قلت أخد حقي أطلب بحقي زي الناس بتطلب حقها، و يعني ولدني كمان الناس غلابة يعني وقعد دماغهم واعتصام دماغهم، شايف إن النسوان والرجالة مش خايفين، أخاف أنا زي هما بيطلبوا بحقهم أنا كمان طلبت بحقي. دخلنا في موضوع الثورة، في الأول كانت لسه في بدايتها، ما كانت لسه ما سخنتش العملية، والحكومة كانت شادة علينا شادة جامدة جدا جدا جدا، ماشي ما فيش مشاكل، فاللي عملوا الثورة كويس جدا، بس اختلف بقى ان هي انقلبت علينا، الناس خدت الثورة بمعنى غلط، بمعنى بلطجة ومعنى انها تسرق ومعنى انها تثبت ناس وتخطف ناس وتغتصب ناس وشغلانة يعني. والله شفت ناس غلابة، ناس غلابة وعايز تضرب بحقها وحق عيالها، وحسيت ان كانت الدنيا فيها ظلم، قد العيشة بقت صعبة، كان واحد مثلا بدله مثلا ما هي مش مقضيها، يعني كان في ظلم، يعني ظلم جامد يعني في البلد. المفروض الثورة يعني حرية، ومعنى حرية ناس خدت الحرية غلط، يعني في ناس مننا خدت الحرية غلط، حرية ان انا اخش ابلطم، حرية ان انا امسك سلاح واضرب، حرية ان انا ما حدش يقدر يكلمني دلوقتي لا ضابط ولا امين شرطة، ليه؟ خلي كل واحد في وضعه، خلي الاحترام موجود. حرية ماشي، الضابط ضابط والعسكري عسكري يعني، واحنا زي ما احنا ومن غيرهم مش هنعرف نعيش بجد يعني. ليه تعالي دلوقتي من بعد 12 بالليل ما بتبقى خايفه تمشي؟ يعني الاول لما كان الامان موجود، دلوقتي مفيش امان، مفيش امان نهائي، احنا بنخاف نمشي بالليل. اول موضوع اللي انا سبب السفر ان هم خدوني تعزيق وشدايم وقله ادب، وخلوني كمان مساحه الاسم من فوق لتحته، واهانات وشتيمه، وعايز تبقى داخليه تبقى معانا، مش عايز تبقى في اهانات، مش عايز مثلا مش عارف ايه، لا عايز تبقى الدنيا يعني تبقى شكلها حلو كده، ويبقى في شو اقدر اشتغل، اقدر مثلا واحد يقدر يتجوز يقدر يفتح بيت. كاد المعلم والناس انه كانوا رافضين مثلا التعامل مثلا في الميدان والكلام ده، بعد ما حسني مثلا اتنحى فهموا ان الحاجه دي الناس اللي عملوها دي صح مش غلط، يعني كنا كلنا يعني موافقين ان بتوع الميدان دول هم الصح. هو الثوره بقول لك كويسه، انا ما قلتش وحشه، كويسه جدا، بس انطبعت غلط، يعني هي كويسه وريحتنا وكشفت ناس كتير وكشفت حراميه كتير وكشفت ناس كتير قوي، كشفتهم على حقيقتهم، بس المشكله في ايه بقى؟ ان انطبعت غلط. بلدنا يعني بتقدر اللي هو الفتوه بمعنى صح العافي في البلد ماشي براحته، اما غير كده بالسلام. انا ما كنتش ناوي اتجوز الصراحه عشان حسني كان فيها، بس لما حسني اتنحى فكرت اخطب واتجوز، حسيت ان في امل في الدنيا، قلت لا ابقى اخطب بقى وبالمره اتجوز بس.